عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإمام. هذا قريب من الحديث الأول الذي يعني فيه أنه يأتي وناس ليس عندهم علم فيضلون ويضلون، وأنهم يخدعون الناس، ومساجدهم عامرة بالبدع والخرافات، وهم شر الناس. ومشكلة إذا ضل العالم فإنه يكون يضل، يعني يكون يضل بنفسه ويضل غيره والعياذ بالله، ويخدع الناس بما يدعيه من علم وهو يفتي بغير علم، ليس عنده علم صحيح يقوله للناس، فهم شر الناس. فلذلك وجب التحذير منهم والبعد عنهم. اطلب العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ولو سافرت لهم في أماكن أخرى بعيدة عنك. نعم.